أنا أختي المعتقلين الثلاثة أحمد عون، حسن عون، وجعفر عون. ثلاثة المعتقلين صار لهم فترة في السجن. أحمد عمره 20 سنة، هذا الاعتقال الخامس لأحمد. اعتقل 4 مرات من قبل، اعتقل أكثر من مرة، وحاليا هو موجود في سجن جو، محكوم 5 سنوات ونص، خفت إلى 3 سنوات ونص. تهم أحمد كانت تجمهر وحرق جنائي واعتداء على رجال أمن، بالإضافة إلى حيازة المولوتوف. أحمد فقد عينه شوزن في 2012، واعتقل من المستشفى وحكم ونقل إلى جو. حسن عمره 22 سنة، هذا الاعتقال الثامن لحسن. اعتقل حسن كان مطارد من قبل الثورة، تم الإفراج عنه لأول مرة أيام الدوار، ومن يومها صار مطارد، اعتقل عدة مرات. آخر اعتقال إله كان قبل عيد ميلاده بيوم واحد، كان في شهر 8/3/2015. حسن موجود حاليا في سجن الحوض الجاف، محكوم 4 سنوات ونص، ويحاكم على عدة قضايا. حسب كلام النيابة إنه على 20 قضية حاليا. جعفر عمره 28 سنة، محكوم 9 سنوات ونص، هذا الاعتقال الثالث لجعفر. موجود حاليا في العزل، كان في مبنى 4 في سجن جو، وحاليا في العزل. في بعد أحداث جو انقطعت أخبار إخواني لفترة طويلة. بعد 27 يوم تلقينا أول اتصال من جعفر، أخبرنا فيه أنه نقل إلى العزل من أول يوم من أيام 10 مارس. جعفر متهم بتحريض السجناء على الإرهاب، بتحريض السجناء في 10 على الإضراب، متهم بالتكسير وبالتخريب في جو، بالحرق في سجن جو، كذلك متهم بالصعود إلى أعلى مبنى سجن جو. في يوم أحداث جو أصيب جعفر، صاد أكثر من جرح في رأسه، صاد خلع في الكتف، صاد خلع في مفصل اليد، ردود في الركبتين، بالإضافة إلى أن ظهره تعور من ضرب الهروات والوايرات والكيابل والأصياخ. طبعاً لم يعالجون لحد الآن. أحمد أصيب في ظهره وفي الكتف ماله. عينه اللي فقدها شوزن تأثرت بسبب الغازات اللي انرمت في السجن يوم أحداث 10 مارس، ولحد الحين ما تعالج عنها. كذلك أحمد تعرض إلى إصابة قنبلة صوتية في الرقبة في أحداث سجن جو. تم فترة طويلة في الخيام، أصيب بحساسية أو بداية جرف، فنقل نقل إلى داخل العنبر، ولا زال موجود في داخل العنبر. زرناهم مرة واحدة في بعد أحداث جو، من شهر 2 زرناهم شهر 4 مرة واحدة. كانت أجسامهم هزيلة جدا، كانت تبين شوية آثار الضرب وآثار الاعتداءات عليهم. جعفر ما كان يقدر يمشي عدل، كان يضطر انه يمسك الحاجز او يجر رجله وقت اللي كان في الزيارة. احمد عينه تغير لونها، مالت الى البياض اكثر وصارت اصغر اكثر، وبان فيها احمرار كبير. اخبرونا انهم تعرضوا للتعذيب، تعرضوا للضرب، وان احمد تم فترة طويلة وهو موجود في الخيام. بعد فترة من اللي تم فيها في الخيام، تم اتهامه بأنه محرض السجناء مبنى 3 على الإضراب، نقل إلى مبنى الإدارة، واتهم بأنه هو اللي حرضهم، تم ضربه بالوايرات وبالكيابل لدرجة أنه ما كان يقدر يمشي إلا بمساعدة 2 أو أكثر من زملائه في السجن. الاتصال كان ما يتعدى، أول مرة ما تجاوز 8، ثاني اتصال يمكن دقيقة أو أقل. كل الاتصالات اللي اتصلوها أخواني كانت لا تتعدى 2 أو 3 دقائق، كانت مختصرة جدا، مجرد أنا زين وسلموا على الأهل وسلموا على البيت وسلموا على أمي، حتى ما كان يمديه يسلم على أمي ولا على خواتي.
كان الحارس أو الشرطي أمره إنه هو يسكر السماعة. اتهموا إخواني في أحداث 10 جو في أحداث 10 مارس اتهموا إخواني بأنهم سربوا صور أو معلومات أو فيديوهات عن أحداث جو، وتم أخذهم إلى الإدارة وتم تعذيبهم تعذيب شديد بسبب الصور، بسبب أنهم تهموهم من عندهم تليفونات دخلوا ومسربها داخل السجن. أحمد اعترف تحت التعذيب أنه كان عنده تليفون وأنه سرب صور تحت وسرب فيديوهات. تم إحضاره نيابة إلى سجن جو مؤخرا، وتم اتهام أحمد وجعفر من ضمن مجموعة من الأشخاص بالتخريب وأحداث سجن جو بأنهم سربوا هذه الصور والفيديو. حلق رؤوس إخواني، وتم حلق حاجب واحد من حواجب أحمد كنوع من أنواع الإهانة. تم إجبارهم على تأدية الشعارات، تم إجبارهم من استحمام فترة طويلة، ولا زالوا لحد الآن يمنعون من استخدام مواد تنظيف، منعوا من الصلاة، منعوا من الكانتين، منعوا من إدخال ملابس لهم، تم إجبارهم على ترديد شعارات موالية للحكم وسب نفسهم. تم وضع جعفر في أكياس بلاستيكية وأكياس نايلون، تم دحرجته وهو داخل هذه الأكياس، تم وضعهم في حاويات، حاويات للزبالة مخصصة للزبالة والمجاري، وتم رميهم داخل المجاري، تغطيس رؤوسهم في المرحاض، تم وضعهم في بركة فيها قاذورات من بول وأوساخ، وتمريضهم داخل، تم إجبارهم على تقليد أصوات الحيوانات، كذلك كان يطلب منهم تقليد أصوات كصوت السمكة وصوت البطة، الصعود على الدرج، كان إجبارهم على إلقاء التحية العسكرية للشرطة، كذلك تم إجبارهم على لعق أحذية رجال. جعفر في سجن جو من شهر 2 لشهر الحين هي شهر 5، زيارة واحدة بس.